قبل وقت ليس بالبعيد انتهى المعتصمون هنا في القرب بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء بنصب سرادق الخيام السرادق والخيام والتي تدل على اعتصام مفتوح كما أشارت إليه اللجنة التنظيمية لهذه التظاهرة. أيضا جميع متظاهري المحافظات انسحبوا من هنا، والذين يتواجدون الآن هم من محافظة بغداد حصرا. جميع المركبات التي خصصت لنقل المعتصمين الذين أتوا وأقبلوا من محافظات العراق يعني امتلأت على آخرها وانسحبوا باتجاه محافظاتهم، والذين تبقوا فقط المعتصمين من العاصمة بغداد. سرادق الخيام خلفي مباشرة، لربما ساعات المساء المتأخرة والظلمة الشديدة لا توضح الخيام. أمامي مباشرة 5 سرادق انتهى المعتصمون من نصبها وتهيئتها لتقديم الخدمة للمعتصمين هنا. المعتصمون البغداديون الآن يتجولون في هذا الشارع تحديدا كما هو مع بدء هذه التظاهرة من ساحة الحسنين قرب جسر الطابقين وصولا إلى B5 والبوابة الخامسة قرب الجسر المعلق. هذا الشارع سيكون المحطة الاعتصامية الثانية بعد الاعتصام الذي أعلنه التيار الصدري. في هذا الشارع سيمتد الاعتصام لوقت لم يسمى وإلى أجل لم يسمى. الاعتصامات هنا تطالب بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، عدم حل البرلمان العراقي، إبعاد الفاسدين والفساد من المؤسسات الحكومية حتى تكون هنالك مؤسسات قوية. بالتالي هذه التظاهرة أو هذه الاعتصام عفوا والاعتصامات هنا مستمرة لحين تحقيق هذه المطالب. عدد من المعتصمين البغداديين يتجولون هنا، البغداديين حصرا، لأن جميع المعتصمين أو المتظاهرين الذين قدموا من المحافظات العراقية الجنوبية قد انسحبوا أجمعهم وما تبقى هم فقط سكنة العاصمة بغداد. الشارع خالي تماما أو عفوا تم تجهيزه وتنظيفه من جديد. نشر الرجال أو الموظفون التابعون لأمانة العاصمة بغداد من أجل تنظيف الشارع وتهيئته أيضا للاعتصام المفتوح. هذه سرادق الخيام كما هي موضحة في الصورة، لو كانت قد وصلتكم القليل منها. نعم. هذه السرادق نصبت قبل قليل، حتى الآن تهيئ ليست جاهزة بشكل تام، لكنها نصبت هنا في الحديقة المجاورة لشارع أو لمنطقة الوزراء في الجادرية في بغداد. نعم، نود أن نشكرك ونكتفي بهذا القدر يا محمد، مراسلنا من بغداد محمد فراس. بالتأكيد ستوافينا إن جدت الأحداث بعد قليل. شكرا جزيلا لك زميلي.